بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب سنن الدارمي للإمام الحافظ الحجة أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. الباب 27 من المقدمة. باب العمل بالعلم وحسن النية فيه. يعني العلم يطلب العمل، العلم يطلب العمل، فإن لم تعمل بما علمت كان العلم حجة عليك، ويبقى ضرره أكثر من نفعه. يعني هو الجاهل عنده عذر ما عرفش، لكن العالم وما يعملش ما عندوش عذر، فصار العلم حجة على صاحبه إن لم يعمل به، فإن عمل به أثيب عليه، فإن لم يعمل به كان ضده وليس معه. يبقى لا تطلب العلم إلا إذا كنت عاملا به، وإلا فاترك العلم أحسن، لأنه العلم يطلب العمل كما قال الخطيب البغدادي، العلم يطلب العمل، فإن لم يجد العمل ارتحل. فهم؟ ده كلام الخطيب البغدادي. يعني ايه؟ يعني العلم اذا لم تعمل به تركك وارتحل، وعدت مرة اخرى كالجاهل، ولكنك لا تعود كالجاهل الاصلي، بل تعود جاهل وعليك حجة بالعلم الذي علمته. فهم؟ وبالتالي لابد من العمل بمقتضى العلم، والعمل يطلب ايه؟ النية الخالصة. العمل يطلب النية الخالصة، فلا بد ان يكون العمل لله خالصا. وعشان كده قال لك ايه؟ العمل بالعلم وحسن النية، اللي هو الاخلاص. وعن ابي قال، اي باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للامام الدارمي في سننه الحديث 58 بعد 200، قال: اخبرنا محمد بن المبارك قال انبانا بقية قال حدثنا صدقة بن عبد الله ابن صهيب أن المهاصر ابن حبيب، في بعض النسخ المهاجر صلح المهاصر ابن حبيب، بس مكتوب في بعض النسخ غلط، مكتوب المهاجر ابن أبي حبيب في بعض النسخ، فصحح أن المهاصر بن حبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: إني لست كل كلام الحكيم أتقبل، ولكني أتقبل همه وهواه، فإن كان همه وهواه في طاعتي جعلت صمته حمدا لي ووقارا، وإن لم يتكلم. يعني ربنا لا ينظر للكلام الخارج منك، ينظر لنيتك ايه وهمتك ايه وتوجهك ايه. فهم؟ عشان كده بيقول ايه: إني لست كل كلام الحكيم أتقبل، يعني ليس كل كلام طيب أقبله، ولكن أنظر إلى قلب هذا المتكلم ونيته وهمته، فإن كان نيته وهمته خالصة لله جعل صمته في حد ذاته عبادة مش كلامه بس كمان. فهم؟ إني لست كل كلام الحكيم أتقبل، يعني أثيب عليه، ولكني أتقبل همه وهواه، يعني ما وقر في قلبه، فإن كان همه وهواه في طاعتي جعلت صمته حمدا لي ووقارا، وإن لم يتكلم. وعن أبي قال:
أخبرنا مخلد بن مالك. يبقى أول حديث بيحثك على النية الخالصة. هو ما رواش حديث إنما الأعمال بالنيات خالص الإمام الدارمي في كتابه كله من أوله لآخره، اكتفى بأنه مروي في الكتب الأخرى. فإيه، فهو أراد أن يأتي بأسانيد جديدة حتى لا تضيع، ومعاني جديدة حتى لا تضيع، لأن كل العلماء اهتموا برواية حديث إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات، لما كل الناس حفظتها. طب وين ما تعرفوش الأمة؟ فيقوم يجيب لك إيه الحاجة اللي إيه اللي الناس ما تعرفهاش حتى لا تضيع. أدي هدف إيه، وجدنا هدف الإمام الدارمي في كثير من الأحاديث. هو ما عارف حديث إنما الأعمال بالنيات، وحافظ أكتر مني ومنك وبأسانيده كلها اللي أنت تعرفه وما تعرفهاش، لكن ليه ما رواهوش مكان هو مباشر في المسألة؟ لا، هو اكتفى بأنه مذكور في إيه، في الكتب الأخرى. وأن حتى الإمام مالك بن أنس في الموطأ لم يذكر حديث إنما الأعمال بالنيات لشهرته. هما يريدوا أن يأتوا بما قد ينسى. فهمت بقى إزاي؟ وعن أبي قال أخبرنا مخلد بن مالك عن حجاج بن محمد عن ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أبي الزهراء الزاهرية عن أبي الزاهرية يرفع الحديث، يعني يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله قال أبث العلم في آخر الزمان، يعني أنشر العلم في آخر الزمان. أديك أنت شايف القنوات الفضائية داخلة كل بيت والعلماء قاعدين يتكلموا لما كل الناس سمعت العلم، ما بقاش فيه أسرار خلاص، كل الناس سمعت العلم. فإيه، أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير. ده حتى الكفار بيسمعوا، يعني تلاقي بعض المسيحيين واليهود من كتر ما بيسمعوا أحاديث المسلمين عندهم علم. يعني أنا أعرف أصدقاء ليا مسيحيين بيتكلموا أحكام يعني عادية، يعني حتى هتيجي تصلي يقول لك أنت متوضي، يعني عارف أن الوضوء لازم للصلاة مع أنه أصلا كافر، واخد بالك؟ ويجي مثلا يسمع أن فلان طلق مراته، طلقها المرة كام؟ يعني عارف ان هي ايه، المسلمين عندهم 3 طلقات بس. طب عرفها من إيه؟ بقت منتشره، احكام المسلمين بقت منتشره. تروح اوروبا يشوفك شكلك عربي ولا شكلك مسلم يقول لك ده خنزير، يعني يحذرك اوعى تاكله. يعني انا كنت في فرنسا بشتري مره عيش، فلقيت عيش شكله حلو كده خبز، فبدفع فيه، الراجل شافني شكلي عربي كده يقول لي انت مسلم؟ قلت له اه، قال لي ده خنزير خد من ده. يعني فاهم، يعني بيمسحوه بطبقة ايه، خنزير، تقوم تديله لمعة. فانا ما لقيته ملمع كده حلو فقلت دي حاجة جميلة، واخد بقى، ما عرفش ان هو لا، يعني شوف بقوا عارفين، يعني حتى الكفار عارفين العلم. فهمت ازاي؟ انتشر انتشار بقى ايه على كل جهة. فهمت؟ فبيقول ابث العلم في اخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير، فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقي عليهم، يعني أقمت الحج عليهم بقى. يبقى ربنا لما يبقى يبث العلم بهذه الصورة وأراد ذلك إيه، حتى يقيم الحج على عباده، يبقى ما بياخدهمش بجهل بقى، خدهم بعلم. وعن أبي قال أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن الحسن، لو سيدنا الحسن البصري، قال من طلب شيئا من هذا العلم، يقصد هذا هنا إشارة إلى العلم الشرعي، من طلب شيئا من هذا العلم أو العلم النافع فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله. يبقى العبرة بنيتك وانت بتطلب العلم، انت عايز وجه الله ولا عايز الوظيفة والايه والشهرة والمال والمنصب والجاه؟ فهمت؟ شوف انت عايز ايه. فأراد به ما عند الله يدرك ان شاء الله، ومن أراد به الدنيا فذاك والله حظه منه، يعني هياخد حظه منه اللي هو الدنيا بقى، الشهرة ويقال عليه عالم وهكذا. وعن أبي قال أخبرنا يعلى قال حدثنا محمد بن عون عن إبراهيم بن عيسى قال قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تعلموا العلم لثلاث،
اوعى تتعلم العلم الثلاث اهداف دي، ثلاث اهداف دي امنعها خالص. اول حاجه لتماروا به السفهاء، علشان تقعد ايه تجادل به السفهاء، يعني تجادل به الوهابيه، فهمت؟ لتماروا به السفهاء، لان الوهابيه سفهاء. ليه بقى؟ لانهم جهله، ما عندهمش قواعد، لم يدرسوا لغه، لم يدرسوا اصول فقه، لم يدرسوا كتب الحديث، لم يدرسوا مآخذ العلماء في كيفية استنباط الأحكام، لم يدرسوا طرق الترجيح بين الأدلة اللي في ظاهرها تعارض، ما عندهمش هذه المعلومات دي، ما درسوهاش أصلا، وفي الآخر هجموا على الدين وعملوا لهم مذهب، واعتبروا أن مذهبهم هو إيه؟ مذهب أهل السنة والجماعة، وهو مذهب أهل الجهل إيه والسفاهة، فهمت؟ يبقى لا تعلموا العلم لسلام. اوعى بقى تتعلم العلم عشان تروح بقى تجادل الوهابية، ما تضيعش وقتك، اوعى تكون نيتك كده. لتماروا به السفهاء وتجادلوا به العلماء، واوعى كمان انك بتتعلم العلم عشان تقف ايه تجادل العلماء وتقول انا قرأت وانا في رأيي وانا شفت وانا اعرف وانا سمعت. العالم يقول لك الرأي، تقول له وانا انت ايه؟ يقعد اطلب العلم واهدى شوية، فهمت؟ يبقى لا تمادي به السفهاء ولا تجادل به العلماء، ومش كده وبس، ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وعشان كان الناس ينظروا إليكم يقولوا ما شاء الله ده عنده معلومات كتيرة، إيه الجمال ده، فتشتهر بقى. لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء وتجادلوا به العلماء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم وابتغوا بقولكم ما عند الله. أدي بقى الأعمال بالنيتين، فإنه يدوم ويبقى وينفد ما سواه. يعني ما ابتغيت بوجه الله يدوم ويبقى، ما عند الله إيه باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وبهذا الإسناد يعني السابق قال: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت. يعني كونوا ينابيع العلم، مصادر للعلم، حيثما وجدت الناس تأخذ منك العلم. مصابيح الهدى يعني تكونوا تنوروا للناس ما أظلم عليهم من الآراء ومن الأعمال ومن الأفعال. أحلاس البيوت، أحلاس البيوت، لأن النبي قال إيه؟ إذا اشتدت الفتنة كن حلس بيتك، كن حلس بيتك، يعني قلل المشاركة. إيه هو الحلس؟ الحلس هو قطعة القماشة الرديئة التي يضعها الإنسان على ظهر البعير عشان يحط عليها السرج أو البردعة، فبتكون نوع من القماش الرديء، أنت بتخليها بعد كده لما تحطها في مقدمة البيت عشان تدوس عليها برجلك، يعني أردأ شيء في البيت، يعني معناه لازم بيتك حتى لا تكون مشتهرا بأي شيء، مش لازم يبقى ليك رأي يعني سلبي ولا إيجابي، لا سلبي يا سيدي، في الفتنة خليك سلبي بقى، النبي قال لنا كده لا تكن إيجابيا، هناك فتن من استشرفها استشرفته، فمش قايل كده؟ يعني مجرد انك انت بس تبص عليها كده تروح واخداك تدخل فيه. وعلشان كده كن في الفتن المنتشره دي، اذا انتشرت الفتن كن سلبيا، يعني ايه؟ يعني كن حلس بيتك، يعني الزم بيتك، ما تتكلمش كتير، لان كلامك هيزيد الفتنه وقد يجعلك جزء منها، فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي اسكت احسن. كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سروج الليل، يعني إيه؟ من أهل قيام الليل بقى، تنور بيتك بالليل كده عشان تقيم الليل. جدد القلوب يعني مخلص القلوب، قلب جديد يعني غير مشوش، مش داخل فيه آراء كثيرة، فهمت؟ جدد القلوب، خلقان الثياب، خلقان الثياب يعني ايه؟ مش مهتم بمظهرك زيادة عن اللزوم، يعني ثيابك خالقة، يعني لست من اهل الزينة، يعني تعرفون في اهل السماء، يعني ايه الملائكة تعرفكم، وتخفون على اهل الارض،
لا تبحث عن الشهرة. كل كلام سيدنا عبد الله بن مسعود ده على فكرة هو ان كان موقوف عليه الا انه واخده من كلام النبي. بس هما كان الصحابة ساعات يخاف يقول قال رسول الله، يوم ايه يتكلم على نفسه على مفاهيمه، مخافة انه يزود على الفاظ النبي اي الفاظ إيه لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا محمد بن عمار بن حزم قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلب هذا العلم أحد لا يريد به إلا الدنيا إلا حرم الله عليه عرف الجنة، يعني رائحة الجنة يوم القيامة، مع أن رائحة الجنة دي تشم على بعد 500 سنة، يعني دليل أنه يبعد قوي عن الجنة. لا يطلب هذا العلم أحد لا يريد به إلا الدنيا إلا حرم الله عليه عرف الجنة يوم القيامة. وعن أبي قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير عن مالك بن مغول قال قال رجل للشعبي أفتني أيها العالم، فقال العالم من يخاف الله عز وجل. يبقى العلم مش بكثرة المعلومات ولا الحفظ. سيدنا الإمام الشعبي بيقول العالم من إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم هو الذي يعرف الله ويخشاه، هو ده العالم، وليس إيه كثرة العلم وكثرة الرواية، لأن إن لم يثمر العلم ثمرته وهي الخشية يبقى إيه؟ يبقى وجوده ضار على الإنسان، أصبح حجة عليه. وعن أبي قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا عمر بن مزيد عن أوفى بن دلهم أنه بلغه عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي بعد هذا زمان لا يعرف فيه 19 المعروف، يعني 19 الناس ما يعرفوش المعروف، هيجي زمان يعم الجهل يعني، ولا ينجو منه إلا كل نؤمة، يعني خامل الذكر والساكن في الفتنة، ده يسموه إيه؟ إلا كل نؤمة، فأولئك اللي هو إيه خامل الذكر والذي لا يسيء والذي لا يعني يغفل عن الشر كأنه نائم عن الشر، فأولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم، ليسوا بالمسايح ولا المذايع البذر، ليسوا بالمسايح، عارف المسايح اللي هو جاي من السياحة، يعني لا يسعون في الأرض فسادا، ليسوا بالمسايح يعني لا يسعون في الأرض فسادا، ولا المذايع، المذايع يعني المفاضيح اللي هو يفضح سر الناس ويتكلم ويصور وينشر على الفيسبوك ويعمل ويقلب وإيه الكلام ده، كل دي اسمهم مزايع، عايز يزيع الشر في كل حتة، فهمت؟ يبقى اسمهم المزايع، يعني المفاضيح بلغة المصريين، ايه اللي يحبوا الفضائح يعني، وزي الصحفيين كثير من الصحفيين يبحث عن الفضائح، وزي كثير من البرامج ايه التوك شو يبحثوا عن الفضائح وينشروها على الناس، كل دول اسمهم ايه المزايع، فهمت؟ وحتى وجاية اسماء الاذاعه، ليسوا بالمسايح ولا المزايع البذر، البذر اللي هم ايه ينشرون الشر، عارف زي ما الايه الفلاح كده بينشر البذر في الارض، هم دول البذر دول ينشرون الشر، فاهم؟ بسموهم البذر، اللي هم زي النمامين وزي الناس الفاسدين اللي بينشروا ايه الاراء الفاسده والعقائد الفاسده. قال ابو محمد نؤمه يعني ايه غافل عن الشر، ده بيفسر لك المعنى الكلام، نؤمة يعني غافل عن الشر، المذايع كثير الكلام،
والبذر النمامون، يعني اللي هم بينشروا الشر يعني. وعن أبي قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن جابر قال قال معاذ بن جبل رضي الله عنه اعملوا ما شئتم بعد أن تعلموا فلن يأجركم الله تعالى بالعلم حتى تعملوا، يعني اعملوا ما شئتم بعد أن تعلموا، يبقى لابد أن يكون العلم قبل العمل، فهمت؟ تعلم الأول ثم تعمل، فإن لم تعمل لن تؤجر حتى تعمل، فهمت؟ فلن يأجركم الله تعالى بالعلم حتى تعملوا، أي تعملوا به. وعن أبي قال أخبرنا عبد الله بن خالد بن حازم قال حدثنا الوليد بن مزيد قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يحدث عن سعد أنه أتى ابن منبه. سعد ده تبحث عليه ما تعرفش مين هو سعد، سعد وخلاص. حتى الإمام البيهقي في روايته قال إيه عن رجل يقال سعد بس خلاص، تبحث مين سعد مين ما نعرفش الله أعلم. أنه أتى ابن منبه فسأله عن الحسن سيدنا الحسن البصري وقال له كيف عقله، طلعوا عليه إشاعة إنه هو بيقول بالقدر وإنه هو بيقول بالجبرية، بقوا محتارين لأن أهل السنة وسط بين من أنكر القدر وبين من أثبت الجبر، أهل السنة كده. فلما يجي يتكلم الناس تفهمه غلط، فبعضهم يعتبروا من أهل الجبرية اللي هم قالوا أن الإنسان مجبور على أفعاله، بعضهم يظن أنه من القدرية الذين يقولون أن الإنسان يخلق أفعاله. طلعوا عليه إشاعات كأي عالم يطلع عليه إشاعات. هديك أنت شايف مثلا علماء الأزهر الآن وعلى رأسهم طبعا الدكتور علي جمعة بيطلعوا عليه كلام قد إيه، كل عصر كده، فهمت إزاي بيحصل الحكاية دي. فبيسألوا عليه وقال له كيف عقله، فأخبره ثم قال إن لنتحدث أو نجد في الكتب أنه ما أتى الله سبحانه عبدا ما آتى الله سبحانه عبدا علما، يعني أعطى، آتى يعني أعطى، ما آتى الله سبحانه عبدا علما فعمل به على سبيل الهدى فيسلبه عقله حتى يقبضه الله إليه، يعني كلما عملت بما علمت ربنا يحفظ عليك عقلك فلا تخالف الإجماع ولا تشت عن عقائد المسلمين طالما عملت بما علمت. وعن أبي قال أخبرنا إسماعيل بن أبان عن ابن القاسم بن قيس قال حدثني يونس بن السيف الحمصي قال حدثني أبو كبشة السلولي قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه، يبقى نفس العالم لا ينتفع بعلمه، يبقى عامل كده زي إيه، زي الريحانة كل الناس تشم رائحتها فتستفيد وهو نفسه طعمه مر، فهمت؟ فإياك أن تكون هكذا. وعن أبي قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا أبو قدامة عن مالك بن دينار قال قال أبو الدرداء من يزدد علما يزدد وجعا، كلما ازددت علما ازددت وجعا، يعني ازددت مطالبة بالعمل به فزادت تكاليفك، فهمت؟ لأنه مطالب بالعمل بما علم، فازداد العلم زاد الايه الطلب للعمل، يبقى زاد الجهد. وعن أبي قال أخبرنا وقال أبو الدرداء ما أخاف على نفسي أن يقال لي ما علمت، ولكن أخاف أن يقال لي ماذا عملت، لأن الإنسان حيسأل عن عمله. وعن أبي قال أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث قال سمعت ابن جرير يذكر عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها، يعني أما تتدارس العلم لتفهمه الفهم الصحيح
افضل من انك انت تقيم الليل تصلي وانت لم تفهم العلم فهما عميقا صحيحا. فهم؟ وعن ابي قال اخبرنا وقال ابو هريره رضي الله عنه: اني لاجزئ الليل ثلاثه اجزاء، فثلث انام وثلث اقوم يعني اصلي، وثلث اتذكر احاديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وعن ابي قال اخبرنا الحسن بن عرفه قال حدثنا جرير عن الحسن بن عمرو عن ابراهيم قال: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله سبحانه آتاه الله منه ما يكفيه. يعني العبرة كلها انك انت تكون نيتك لله خالصة، ولا تريد الشهرة ولا الدنيا، تريد رضا الله، الوصول الى الله. باب من هاب الفتية مخافة السقط. يعني مخافة السقط الايه؟ السقوط يعني ايه؟ الخطأ يعني. وعن ابي قال اخبرنا ابو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال: سألت الشعبي عن حديث فحدثني، فقلت انه يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، على من دون النبي صلى الله عليه وسلم احب الينا. يعني احب الينا ان نحدث عن غير النبي، لان اذا حدثنا عن النبي لابد من ايه؟ من التحري مخافة ان نكذب عليه. فهمت؟ يعني هو كده ما يبقاش كذب لما هو يكون قال له قال رسول الله، وهو يقول قال فلان بس ما يرفعوش للرسول. لا، هو بيروي ما سمعه من ايه؟ من الرجال عن النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الرجال بألفاظهم دون ان يرفعوا للنبي. فهمت؟ ادي الكلام. لكن كثير من الصحابه كان لما يتكلم عن كلام نفسه، وهو يتكلم بما فهمه عن النبي، لكن ما يقولش قال الرسول. كتير من الصحابه كانوا يقولوا كده. فهمت؟ المخافة ان هو ايه؟ يزود كلمه، ينقص كلمه، يعبر خطا. فقلت انه يرفع الى النبي، فقال: لا، على من دون النبي احب الينا، فان كان فيه زياده او نقصان كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاص، يبقى احتياطا يعني، باب الاحتياط. وعن ابي قال اخبرنا اسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد. وشكر احنا لما نقول ايه؟ نقول عند الشافعيه كذا، عند، ما نقولش قال رسول الله، بتنسبها للعالم وخلاص. لكن الوهابيه يقول لك: لا، هات لي الدليل، النبي عمل كده، ويعمل لك بكتفه كده. كتفه ده اسمه كلام. طب ما احنا دلوقتي، انت هل انت من اهل الدليل؟ هل انت من اهل الروايه؟ انت يعني ايه يفهمك يعني؟ يعني مره الشيخ نجيب المطيعي كان بيدي درس في جامع الفتح في المعادي، وكان بقى في الفتره دي بقى الجماعه الوهابيه منتشرين في كل حته كده زي، فواحد بيسال الشيخ نجيب، وهو الشيخ نجيب المطيعي كان شافعي، فيقول له: ايه الدليل؟ ام قال له: الدليل حدثني فلان عن فلان عن فلان. وقال له اسماء كده، اسماء اسماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والف له كلمتين. قال له: طب شكرا. قال له: تعرف بقى ان الكلام اللي قلته لك ده كله غلط، وانت مش من اهل الدليل؟ هو اي حد يقول لك قال رسول الله تصدقه؟ اقعد، واخد بالك؟ قال له: كل الاسماء اللي قلتها لك دي اسماء غير موجوده، اسماء وهميه. يعني ما تسألش عن الدليل طالما انت مش من اهل الدليل. اما تقول قال الشافعي، قال الامام مالك، قال الامام ابو حنيفه، والله لو غلطت شويه في وصف المذهب مش مشكله، هو كلام فهم رجال. غير ما تقول قال رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم ده حاجه مقامه عالي، من تقول عليه ما لم يقله يتبوى مقعده من النار. فهمت؟ ادي معنى كلام العلماء. العلماء يقول لك ما تقولش كلام قال الا لما تبقى متثبت تماما. وعن ابي قال اخبرنا اسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي هاشم عن ابراهيم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقله والمزابنه، وهي انواع من المعاملات كان بيتعامل بها الانصار. المحاقله يعني يجيب واحد يزرع له ارضه ويتفق معاه، يقول له ايه؟ أنا هاخد كل اللي ينبت في المكان ده، وأنت تاخد اللي هينبت في المكان ده.
يقوم الراجل طبعا يخدم الحته اللي هياخد ثمرتها، ما يخدمش الحته اللي هياخد، يقوم يؤدي هذا الى النزاع. فنهى النبي عن المحقله لانها تؤدي الى النزاع بهذه الصور، لكن له ان ياخذ من عموم ما يخرج لا من خصوص ما يخرج، فهمت؟ ما يحددلوش ركن معين يقول له الزرع اللي هيطلع في الحته دي خده انت وازرعها كلها والباقي انا هاخده، فهمت؟ يوم اما يجي يحصد الزرع يجد المكان اللي هو هياخده الزارع المستاجر ايه مخدوم والزرع فيه اكثر كثافه، والحته اللي هياخدها يوم يحصل ايه نزاع يمسك في خناقه يضربوا في بعض. فلقى الرسول صلى الله عليه وسلم الانصار بيتعاملوا بهذه الطريقه، وكل يوم والتاني يجي له ناس متخانقين مع بعض، فنهى عن المحقل لانها تؤدي الى النزاع، فاهم؟ لكن يجوز انك انت تجيب ويزرع الارض كلها وياخد ربع ما يخرج من عمومها او نصف ما يخرج من عمومها او ثلث ما يخرج من عمومها لا باس، انما من خصوص مكان لا، يبقى دي المحقله المنهى عنها. ونهى عن المزابنه، والمزابنه هو ان تبيع الرطب تقديرا بمثله تمر، لان هذا يؤدي الى الربا لعدم تحقق شرط التماثل، فهمت؟ فما ينفعش ابيع رطب بتمر، واضح؟ ده اسمه ايه؟ المزابنه. فقيل فقيل له المزابنه تجوز بس في ايه؟ في يعني في العاريه، اجازها بحد العاريه مراعاه لحق الفقير في العاريه. هنيجي بعد كده هتيجي الابواب دي واحنا شرحناها قبل كده كتير، واخد بالك؟ له اما فقال فقيل له اما تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا غير هذا؟ قال بلى، ولكن اقول قال عبد الله قال علقمه احب الي، بدل ما اقول قال رسول الله، ليه؟ مخافه ان هو ايه ما يكونش متثبت. وعشان كده الامه على مر الرسول يقول لك قال الامام مالك قال الامام الشافعي قال مش عارف ايه، يقوم يجيبوا لك التانيين يقول لك ايه ده؟ هو الشافعي ده هو اللي جاب الدين؟ حاجه غريبه قوي، هو ما جابش الدين، هو فهم الدين، لكن اللي جاب الدين الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الشافعي ده فهم الدين، مالك ده فهم الدين، الامام ابو حنيفه ده فهم الدين، فاحنا بننقل عن من فهم، فهمت بقى؟ لكن ايه نفروا الناس. وعن ابي قال اخبرنا محمد بن كثير عن الاوزاعي عن اسماعيل بن عبيد الله قال كان ابو الدرداء رضي الله عنه اذا حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا او نحوه او شبهه او شكله، يعني يبقى خايف لحسن يكون غير كلمه يعني. وعن ابي قال اخبرنا اسد بن موسى قال حدثنا معاويه عن ربيع بن يزيد قال كان ابو الدرداء رضي الله عنه إذا حدث حديثا قال اللهم إلا هكذا أو كشكله، يعني تقريبا كده يعني. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا ابن عون عن مسلم أبي عبد الله عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال كنت لا تفوتني عشية خميس إلا وآتي فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فما سمعته يقول لي لشيء قط قال رسول الله حتى كانت ذات عشية فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فاغرورقت عيناه، يعني دمعت عيناه، وانتفخت أوداجه، يعني ايه انتفخت عروق رقبته، انتفخت أوداجه، فأنا رأيته محلولة أزراره، يعني فتح كده عشان يعرف يتنفس، خايف لحسن يغلط، لما قال قال رسول الله خايف ليكون نسي حاجة، فابتدى يركز وابتدى ايه ياخد نفسه ويحزق ومش بيتكلم براحته، خايف ليكون ايه بيزود حاجة، لأن طال بهم العمر بعد النبي، فلما يطول بهم العمر ويكون سمع الحاجة دي مثلا من 20 سنة من 40 سنة ويجي يستعيدها قد ينسى كلمة وقد ينسى جملة، فبقى خايف، فهمت بقى؟ قال فغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه فأنا رأيته محلولة أزراره، يعني إيه فتح الأزرار بتاعته كده
لانه ضاق نفسه بسبب ايه؟ الخوف الا ان يخطئ. وقال او مثله او نحوه او شبيه به. وعن ابي قال اخبرنا يزيد بن هارون قال انبانا اشعث عن الشعبي وابن سيرين ان ابن مسعود رضي الله عنه كان اذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الايام تربد وجهه. تربد وجهه يعني ايه؟ يعني تقلصت اسارير وجهه، يعني بان على وجهه الجديه. يعني المصريين يقولوا ايه؟ كشر. وقال هكذا او نحوه، هكذا او نحوه. وعن ابي قال وممكن تقول برضو تربد وجهه يعني احمر وجهه، تمشي برضو. وعن أبي قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا توبة العنبري قال قال للشعبي أرأيت فلانا الذي يقول قال رسول الله قال رسول الله، يعني إيه؟ فلان قاعد كل شوية يقول قال رسول الله قال رسول الله. قعدت مع ابن عمر سنتين أو سنة ونصفا فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا هذا الحديث. يعني مش فاكر قعد مع سيدنا عبد الله بن عمر سنة ونص أو سنتين ما سمعش منه إلا حديث واحد. بعض العلماء قعدوا يدوروا هذا الحديث إيه، يبدو أنه حديث الضب الذي جاء إلى النبي طعام وكان معه سيدنا سعد وخالد وابن عباس وقاعدين وجالهم طعام، فالنبي إيه أراد أن يأكل فجاءت إحدى زوجاته أخبرتهم أن يقولوا له قل لستنا ميمونة قولوا له أنه ضب، فأمسك يده فأمسكه فقال لا ليس حراما ولكني لا لكني اعافه، اللي هو حديث الضب. وعن ابي قال اخبرنا اسد بن موسى قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي قال جالست ابن عمر سنه فلم اسمعه يذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وعن أبي قال أخبرنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن الشعبي عن ثابت بن قطبة الأنصاري قال كان عبد الله رضي الله عنه يحدثنا في الشهر بالحديثين أو الثلاثة. وعن أبي قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن عبد الملك بن عبيد قال مر بنا أنس بن مالك فقلنا حدثنا ببعض ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وأتحلل، يعني كأنه هو كان أقسم لما كبر سنه ألا يحدث عن النبي مخافة أن يختلط عليه الأمر لأنه طال به العمر، فبيقول لهم يعني أتحلل من قسم يعني وأحدثكم عن النبي. يعني كل ده يدلك على أن الصحابة كانت تحتاط في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد اللي هو محمد بن سيرين قال كان أنس رضي الله عنه قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال كان أنس رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال حدثني السائب بن يزيد قال خرجت مع سعد رضي الله عنه إلى مكة فما سمعته يحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى رجعنا إلى المدينة. وعن أبي قال أخبرنا سهل بن سعد بن حماد قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا بيان عن الشعبي عن قردة بن كعب أن عمر رضي الله عنه شيع الأنصار حين خرجوا من المدينة، كانوا رايحين مجموعة الكوفة أيام سيدنا عمر من الأنصار، فقال أتدرون لما شيعتكم؟ يعني إيه وصلتكم؟ قلنا لحق الأنصار، عشان حق، لأن الرسول وصى علينا. قال إنكم تأتون قوما تهتز ألسنتهم بالقرآن اهتزاز النحل اهتزاز النخل،
فلا تصدوهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. يعني روحوا لأهل الكوفة هتلاقوهم مشغولون بحفظ القرآن وتلاوته، وأول ما هيشوفوكوا جايين من المدينة هيتركوا القرآن ويقولوا لهم حدثونا عن النبي. قال لهم لا ما تحدثوهمش، سيبوهم ينشغلوا بالقرآن. فهم؟ قال فما حدثت بشيء وقد سمعت كما سمع أصحابي. وعن أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أشعث بن سوار عن الشعبي عن قردة بن كعب قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رهطا من الأنصار إلى الكوفة فبعثني معه. كل الكلام اللي هو إيه منع الكلام عن النبي قبل تصنيف الكتب وضبط الأسانيد، لكن بعد ما ضبطت الأسانيد اقرأ بقى من الكتاب واشرح وتعلم وعلم. فهمت؟ ما تقولش بقى لا احنا في الكتاب بقى معنا مش هنقرأ ما سيدنا عمر لا يا سيدي، ما كانش لسه الكتب صنفت، كان كل واحد بيروي من ذاكرته والذاكرة قد تخون. فقال لهم لا لما تتثبتوا. فهمت؟ لكن دلوقتي خلاص الروايات تثبتنا منها وصنفت الكتب وضبطت الأسانيد، فلا بأس من انك انت تحدث الناس بما ضبط من أسانيد منضبطة. فهمت بقى؟ وعن أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أشعث بن سوار عن الشعبي عن قرزة بن كعب قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنهم رهطا من الأنصار إلى الكوفة فبعثني معهم، فجعل يمشي معنا حتى أتى صرارا وصرار ماء في طريق المدينة، فجعل ينفض التراب عن رجليه، ثم قال إنكم تأتون الكوفة فتأتون قوما لهم أزيز بالقرآن فيأتونكم فيقولون قدم أصحاب محمد قدم أصحاب محمد، فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث، فاعلموا أن أسبغ الوضوء 33 تجزيان. يعني بدل ما تعلموهم الحديث كقول علموا أحاديث النبي كأعمال، اتوضوا قدامهم، صلوا قدامهم، تعبدوا قدامهم، خلوهم يتعلموا منكم من أعمالكم بدلا من أن يتعلموا منكم من أقوالكم. فهم؟ ثم قال إنكم تأتون الكوفة فتأتون قوما لهم أزيز بالقرآن فيقولون قدم أصحاب محمد قدم أصحاب محمد، فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم فيه. قال قردة وإن كنت لأجلس في القوم فيذكرون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإني لمن أحفظهم له، فإذا ذكرت وصية عمر رضي الله عنه سكت. وعن أبي قال قال أبو محمد معناه عندي الحديث عن أيام رسول الله ليس السنن والفرائض. يعني ما تتكلموش كتير عن الأحداث، لكن كلموهم عن الأعمال والفقه والعبادة. فهمت ازاي؟ والفرائض اللي هي ايه؟ اللي هي ما أوجبه الله أو علم المواريث. وعن أبي قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن الشعبي عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتعد ثم قال نحو ذلك أو فوق ذلك، ارتعد خوفا يعني. وعن أبي قال أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنه إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث إلا أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار. جمار اللي هو إيه؟ بيبقى في قلب النخلة كده أبيض كده اسمه جمار، بيؤخذ من النخل. فقال إن من الشجر شجرا مثل الرجل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة باعتبار إن الجمار من نخلة. ولما جاء الجمار سأل السؤال النبي، فسيدنا عبد الله بن عمر من ذكائه فهم إنه له علاقة بالنخلة، فأردت أن أقول هي النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال عمر اللي هو أبوه بقى رضي الله عنه وددت أنك قلت وعلي كذا. وعن أبي قال أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا خالد بن يزيد الهدادي قال ولا الهدادي الهدادي
حدثنا خالد بن يزيد الهدادي قال حدثنا صالح الدهان قال ما سمعت جابر بن زيد يقول قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما واتقاء أن يكذب عليه. وعن أبي قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أنبأنا روح عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى كعب يسأل عنه وكعب في القوم، فقال كعب ما تريد منه؟ فقال أما إني لا أعرف لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أحفظ لحديثه مني. فقال كعب أما إنك لن تجد طالب شيء إلا سيشبع منه يوما من الدهر، إلا طالب علم أو طالب دنيا، دول اللي هم إيه نهمان لا يشبع. فقال أنت كعب؟ قال نعم. قال لمثل هذا جئت. وعن أبي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شبل عن عمرو بن دينار عن طاووس قال قيل يا رسول الله أي الناس أعلم؟ قال من جمع علم الناس إلى علمه، وكل طالب علم غرثان إلى علم. جوعان يعني غرثان يعني نهم أو جائع، يبقى غرثان بمعنى جوعان أو نهمان إلى علم. وعن أبي قال أخبرنا سعيد بن عامر عن الخليل بن مرة عن معاوية بن قرة قال كنت في حلقة فيها المشيخة وهم يتراجعون فيهم عابد بن عمرو، فقال شاب في ناحية القوم أفيدوا في ذكر الله بارك الله فيكم، فنظر القوم بعضهم إلى بعض في أي شيء رآنا. طب هو شافنا بنعمل إيه يعني؟ ما احنا قاعدين أهو. ثم قال بعضهم من أمرك بهذا؟ فمر لئن عدت لنفعلن ولنفعلن. مين قال لك تقول لنا كده؟ واحنا كنا بنلعب ولا إيه؟ روح يلا ما تجيش تاني. فهم؟ وعن أبي قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أنبأنا أبو عامر قال أنبأنا قرة بن خالد عن عون بن عبد الله قال قال عبد الله نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب هذه المجالس. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.